الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أتواصل معكم وأنا أتشرف وأنا بجانب سيدي ومولاي أنيس النفوس المولى علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأتشرف أن أكون في خدمة زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اليوم نحن هنا في حسينية وخيرية سيدة النساء الإخوان أهالي كربلاء في مشهد المقدسة، ومثل ما تشوفون الأخوات الله يحفظهن الزينبيات الحسينيات العلويات الفاطميات في خدمة زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا هناك كادر آخر للرجال إن شاء الله راح نكون في خدمتهم في هذه التغطية المباركة. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من حسينية وخيرية سيدة النساء في مشهد المقدسة لأهالي كربلاء. معنا أيضا إحدى خادمات زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، راح تتحدث باللغة الفارسية وراح إن شاء الله أترجم كلامها. سلام عليكم، أرتم خوبه خوبس. الحمد لله، شكرا لله بإناية إمام حسين عليه السلام وأهل بيت عليه السلام، زنده باش إن شاء الله. أشكو دوم روز إنجاب شروب خدمات كاديد خدمة زوار إمام رضا. ما إن شاء الله بلطف أهل بيت عليه السلام، أول خدا بعد أهل بيت عليه السلام، يا إنايات ولطفي در حق همه بنده ها كردن شيعيا مسلمانان عزيزشون که از سوم این ماه سفر تا 15 هم در خدمت زوار هستیم. از حوزوی هستن، خدام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن، از نقاط مختلف تو شهر مشهد تشریف آوردن این خدمت گذاری رو در خدمت زائرا انجام بدن. نعم، اختنا تقول انه من 3-0 بدوا في خدمة زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبعناية من سيدنا ومولانا بتوفيق من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مثل ما تعرفون أحبائي، الخدمة في هذا المكان تحتاج توفيق وتوقيع من سيدنا مولانا الإمام علي بن موسى الرضا. تقول أيضا من جميع نقاط مشهد خادمات الإمام الحسين خادمات الإمام الرضا عليه السلام إجن وجاي يشتغلن ويساعدن في هذا المكان المبارك. خب، چی دارید انجام میدید دقیقا؟ ما اینجا صبحانه خدمت عزیزان تقدیم کردیم، نهار در خدمتشون هستیم انشاءالله، بعد تا شب دیگه مشغول به ساندویچ درست کردن، فلافل، گرجه و خیارشور در خدمتشون فعلا هستیم. تقول طبعا انه عندنا ریوق و عندنا غده و عندنا عشاء و عندنا لفات و جميع ما يشتهي الزائر موجود، يدلل الزائر الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هلا شي هسي داريد شو ما داريد خدمات ميكونيد نازديك إمام رضا، مليون ها نفر دوست دارن بيان إنجا خدمات كنن بيش آغا. الحمد لله، من خادم علي ابن موسى رضا عليه السلام هستم و با توجه به اینکه من هر سال پیاده روی 40 کربلا رو
خدمت خادمی خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو انجام میدادم و این توفیق خیلی بزرگی بود که در حق بنده انجام شده بود از طرف اهل بیت علیه السلام و خداوند این عنایت بزرگ رو در حق بنده و همه این شیعیان و مسلمانان الحمدلله رب العالمین انجام دادن. بنده امسال توفیق پیدا کردم در اینجا در حرم در کنار جوار علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت زوارانش باشم. من هر سال پیاده روی اربعین کربلا هستم، اونجا خادم امام حسین علیه السلام بودم الحمدلله رب العالمين. طبعا سألت أختنا أنه شنو الإحساس والشعور اللي عندكم وأنتم بجوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وتخدمون زوار الإمام الرضا، قالت هذه منة من الإمام الرضا عليه السلام وهي تتشرف كل عام بالذهاب إلى كربلاء وخدمة زوار الحسين أيضا، واليوم أيضا تخدم زوار الإمام الرضا في هذا المكان المبارك. ممنون خارم لطفك. زنده باشی ان شاء الله. از خداوند تقاضای طلب مغفرت و رحمت برای همه بنده های خاصش دارم ان شاء الله. ممنونم لطف کردید. نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وهذه التغطية من مشهد المقدسة وخدام زوار أبي عبد الله الحسين في هذا المبارك في هذا المكان المبارك عفوا مؤسسة وحسينية سيدة النساء الخيرية. معنا أيضا الحجي الله يحفظه الحجي أبو هاشم. السلام عليكم. عظم الله أجر رحمة الله أنصحكم الله يحفظكم. أعظم الله لكم الأجر بمصابنا سيدي الرسول سيدنا الرسول الأعظم وشهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وشهادة الإمام الرضا عليه السلام. نعزي الإمام الحجة صلوات الله عليه وآله وسلم عجل الله تعالى فرجه. وهذه المكان تقريبا 16 سنة التأسيس ماله هنا، والحمد لله بادئين أفراد خيرين أشخاص خيرين من كربلاء من غير كربلاء إنان يهتمون بالمجالس والتعازي وحتى المحافل المواليد كل المراسم المناسبات موجودة. والحمد لله هذا الخيرية عنده تقريبا 2000 نفر يعني 400 عائلة تحت الكفالة. كل شهر تقريبا أول شهر إيراني عندنا توزيعات هنا الحمد لله روز لحم غنم دجاج الحمد لله تقريبا 14-15 وجبة يعني أرقام تقريبا 400 وجبة كل شهر. بس شهر رمضان الحمد لله يصير بركات من بركات فاطمة الزهراء لأن هنا مسمى ووقف باسم فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. الحمد لله الإخوان يهتمون بهذه المناسبات مثل أيام عشرة الأشهر المحرم مثل شهر رمضان مثل أيام عيد الغدير. هنا يجون أشخاص يهتمون و يعني يسوون الطعام يسوون الساندويتشات يسوون الأغذية. حتى هذا الشهر رمضان الماضي تقريبا تعداد 7000 عائلة الحمد لله ترزقوا مننا يعني سبدات سلات الغذائية 16 رقم أرقام كامل يعني فد عائلة شهر واحد يكفيها تقريبا 7000 بس شهر رمضان. والطعام كل يومية كان يتوزع على الفقراء أقل سعر يعني تقريبا 16 تومان أقل من نص دولار تقريبا نص دولار. هنا كانوا يوزعون 80,000 وجبة طعام راح للفقراء الحمد لله. والآن مهل أيام من 40 إلى نهاية 40 إلى نهاية الصفار الحمد لله كل يومية قبل أيام القبل كان 5000 والآن في هذا اليوم 12,000 سندويشات دا يروح مع الطعام تم نقيمة
وحد الأقل السعر يعني أقل من نص دولار تم نقيمه. الآن موجود يوزعون على الزوار الإمام الرضا وعلى الفقراء، والحمد لله خيرين يهتمون بهذا ويساعدون. يعني أكو أشخاص حتى يعني يساعدون للفقراء حتى الجاهزية، حتى عندنا الحمد لله في سنة الماضية 54 عائلة الزواج راحوا على بيتهم، والأثاثية تقريبا من 5 مليون إلى 30 مليون الحمد لله راحوا على عيشتهم على بيتهم، هم العروس هم نساعد العروسة هم نساعد العريس. الحمد لله ثلاجات وفراش ومبردات وبنكات والمدفئات كل يعني في الشيء كامل في الجاهزية كامل. الحمد لله هنا مهتمين الأصدقاء، يعني حقيقة أشخاص خيرين موفقين وعدهم إخلاص في عملهم. نبدي أول من الصفر نبدي، وبعدين بالنهاية الحمد لله كله يوصل من أشخاص الخيرين. ممنونين، جزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله هذا الإعمار إذا يعني يصير يراون إن شاء الله بالمستقبل يصير مبيت الزوار الإمام رضا عليه السلام، و14-8 طبقات يصير إقامة يعني سكن 8 طبقات باسم الإمام رضا عليه السلام. وهنا تقريبا 638 متر وقف باسم سيدة الزهراء سلام الله سيدة نساء العالمين، والحمد لله في الواقف مواقف حتى ما انطي اسم. الحمد لله هنا احنا لحد الان صارفين على الحديد والطبقات فوق تقريبا صارفين 8 مليارات ونص، وتقريبا للعوائل في هذا 16 سنة تقريبا 16 سنة صارفين 60 مليار تومان على الفقراء. الحمد لله مهتمين الأصدقاء الخيرين هم من مشهد هم من طهران هم من كربلائيين، مخصوصا المديران هنا أكثر المديران كلهم كربلائيين يهتمون. إن شاء الله ندعو من الإخوان الثلث المرحوم، ندعو من الإخوان اللي يعني اهتمام بإتمام هذا المشروع. إذا إن شاء الله هذا المشروع يتم 1000 نفر عندنا مكان سكن، 500 نفر ذول اللي يبيتون في حسينية النسائية وحسينية مع النساء حسينية مع الرجال تقريبا 500 نفر يتمكنون يسكنون هنا. ولحد الآن 30 موكب من العراق جايين، ولحد الآن مواكب جاي من أصفهان من طهران من مشهد جايين ساكنين. هذول اللي يجون مشي على الأقدام هم 4 ليالي 5 ليالي مجانا. ما شاء الله الحمامات هنا ممتاز، والاستراحة مالتهم والدفء والمكان يعني المبررات كلش كان. بس الحمد لله الآن السكن مالتنا متوقف على هذا الغلاء. إن شاء الله إذا يتحاولون الإخوان الأعزاء والإخوان الخيرين حتى هذا يتم. إذا هذا يتم 114 سويت إن شاء الله إحنا عندنا في الخريطة إن شاء الله يتم، ونقدر نخدم زوار الإمام رضا عليه السلام. 500 زائر يبيتون هنا مجاناً 4 ليالي 5 ليالي هذول اللي يجون على أقدامهم مجانا، و500 نفر حد الأقل للسعر. يعني إذا شي رمزي يعني بلي يعني الجواز مالتنا مكتوب مبيت زوار الإمام رضا أقل للسعر، يعني في شي رمزي. يعني إذا حتى ما عندنا هنا ساكنين على 10,000 تومان 10,000 تومان يعني يصير تقريبا نص دينار عراقي. احنا وظيفتنا هنا الحمد لله 5 متوليان عندنا و7 مديران عندنا، وعندنا تقريبا 16 نفر هيئه امناء الاكثر كربلائيين. والحمد لله لحد الان الحديد ماله مشترين، بس السقوف ماله متعطل على الغلاء ماله. ان شاء الله يكمل، لانه هو باسم السيده الزهراء سلام الله عليها، فلا يكون بالك يا حجينا إن شاء الله راح يكمل ببركات السيدة الزهراء سلام الله عليها. الخدمات المقدمة خدام الحسين اللي واقفين
اللي موجودين جاي يخدمون زوار الإمام الرضا، شو توجه لهم كلمة حجي؟ حقيقة هذول أجرهم على فاطمة الزهراء. أنا حقيقة شايف بعيني حتى 15 ساعة مشتغلين، يعني حتى بالليل ساعة بالأربعة بالثلاثة يشتغلون، وأجرهم على فاطمة الزهراء، عندهم إخلاص. وهذول تقريبا 100 نفر يخدمون، يمكن نفرين يأخذون أجرة، كلهم مجانا يجون يخدمون. بلي الحمد لله هذول مهتمين، الله يحفظكم. الله يحفظ. إن شاء الله نجي السنة الجاية ونشوف المكان عامر إن شاء الله، وهو عامر إن شاء الله بذكر الزهراء. هسه أريد من عندك، نعم، إحنا بدينا والصفر صفر، ما كنا عندنا حتى يعني حقيقة إبداع جهالي ب5 ملايين صفر بدينا 16 سنة قبل، والحمد لله لحد الآن 60 مليار صارفين على الفقراء، وصارفين على البناء 8 مليارات ونص، بعد 30 مليار عندنا كسري. إن شاء الله الأغنياء والخيرين يهتمون يعاونونا يساعدوننا في هذا البناء المقدس. عجينا هسه شوية علمون نرفع همة الشباب، أريد أسمع من عندك فد نداء، لبيك يا حسين بصوت عالي وجاوبونك الكل. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد. كلكم لبيك يا حسين، يا حسين لبيك، يا حسين لبيك، يا حسين لبيك، يا زهراء لبيك، يا زهراء لبيك، يا زهراء. طيب الله انفاسكم، الله يعودكم بجاه سيد الشهداء ان شاء الله، ونكون خدام لكم السنه الجايه ان شاء الله. تمام هذا المشروع ان شاء الله. حقيقه نرجو من الاخوان، لان هنا حقيقه الحمد لله كل مراسيم وكل المناسبات وكل مجالس، والحمد لله في هذا الشهر رمضان يعني لحد 7000 عائله تزور. ان شاء الله ندعو من الاخوان من الخيرين يساعدونا في اتمام هذا المشروع ان شاء الله. كل امل ان شاء الله اجي السنه الجايه القى كل شيء مخلص، وراح تتذكر كلام ان شاء الله. بعون الله، بعون الله. شكرا. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة وخيرية سيدة النساء في مشهد المقدسة وأخواننا أهالي كربلاء. السلام عليكم. سلام. عظم الله أجوركم، موفقين إن شاء الله. الإخوان الله يحفظهم ناسين اللغة العربية، بس إن شاء الله راح نسوي لقاء وياهم ونحاول نترجم كلامهم إن شاء الله. السلام عليكم. أرشم أخوبي عليكم أمنون ومشكرا. اسم الشريفة من محسن يوسف ياسم. سلام عليكم. آم حسن، زيارة إمام رضا، چه خدماتي تقديم ميكنيد واسه زوار إمام رضا؟ ما الحمد لله به لطف إمام رضا خدماتي که داشتیم از قبل از اربعین شروع کردیم، برای زواری که راه اربعین کربلا بسته شده بود میانگین روزی 4000 تا ساندویچ داشتیم تا قبل از همینجا؟ بله بله، روزانه اینجا آماده سازیه. و توضیحم که توی خیابون تبرسی سر کوچه حسینی کربلایی ها اونجا توضیح داشتیم، و تا به الان و الحمدلله خدا رو شکر که توفیق داشتیم و امروز هم حدود 10000 تا و میریم برای ایشالا 15000 تا و تا 30000 تا تا شهادت امام رضا. طبعا اخونا العزیز يقول انه احنا في خدمه زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. من هذا المكان هنا يتم ترتيب السندويشات والأكل ويتم توزيعها في شارع طبرسي جنب الحسينية الكربلائية. يقول طبعا العدد يزيد من 5000 سندويشة إلى 10000 إلى 30000 سندويشة بإذن الله تعالى. كي إحساسي داريد شما داريد خدمات ميكونيد بزوار إمام رضا؟ لذت بخشه واقعا، این که توفیق دادن حضرت که اجازه خدمت به زوارشون دادیم خودش لذت بخش. طبعا سألت انه شنو الاحساس اللي تحسونه وانتم تخدمون زوار الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اخونا يقول انه فتشي شعور عجيب غريب، شعور جميل انه نخدم زوار الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام.
مزار بريم سمت هاجرا. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. اسم الشريفة؟ قاسم عرجمنزاده هستم، اهل کربلا. سلام عليكم. ايه سلام عليكم. خیلی من امسال از چه تاریخی خدمت شروع شد دقیقا و چه تاریخی تموم میشه؟ ما از سه هفته آبان شروع کردیم و از اومدم تا 15 انشاءالله تا روز جمعه خدمات میدیم به زائر امام رضا. از سفر چه روزی؟ از سفر 18 سفر. بله 18 سفر شروع شده تا 28 سفر. بله طبعا سألت انه اي وقت بديتوا بالخدمه الرضويه اذا صحت العباره، ذكر انه من 18 صفر الى 30 صفر تنتهي الخدمة المباركة لزوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الساعة 9 الصبح إنجا بچا همه کار میکنن فعالیت میکنن تا ساعت 10 شب. سلام. يقول من الساعة 9 صباحا الفعالية تبدأ في خدمة زوار الإمام الرضا إلى الساعة 10 ليلا بدون انقطاع. إحساسك خستگینیست؟ اصلا احساس خستگی ندارم و واقعا هم یک احساس لذت بخشی است برای توی دستگاه امام حسین خدمت کردن. امروز هم 12,000 تا به نام 12 امام استارت ثانی بیجا زده ما انشاءالله. خیلی ممنون. سلام. طبعا سئلت هل تعبون؟ قال اسم التعب لا تجيبه اذا صحت العباره، وذكر ايضا انه اليوم باسم الائمه ال 12 سلام الله عليهم المعصومين 12,000 سندويتش ان شاء الله راح توزع على زوار الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اشكركم جزيل الشكر وان شاء الله الله يعودكم كل سنه وكل عام ونكون بخدمتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يحفظكم، موفقين ان شاء الله. نعم احبائي متواصلين معكم، وهذه التغطيه من مدينه مشهد المقدسه. تشرفنا واجينا الى هذا الموكب المبارك، موكب خيمه ابي الفضل العباس لاهالي كربلاء في مشهد المقدسه. معنا ايضا احد خدام زوار الامام الرضا. السلام عليكم. عظم الله اجركم. عليكم السلام ورحمه الله. عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل، استشهاد نبينا الاكرم والامام حسن المجتبى والامام الرضا عليهم السلام. احنا هنا الاخوه ليل نهار دا يسعون لخدمة الزوار اللي موجودين في مشهد واللي يجون يزورون الإمام الرضا. عندنا وجبات، عندنا شاي نوزع، شربات. عموما الحمد لله هاي سنين الخدمة متواصلة لزوار إمام الرضا وإحنا بخدمته إن شاء الله. كم شخص هنا يخدمون زوار الإمام الرضا؟ حقيقة العدد كثير، يعني من المطبخ إذا حسبنا ونجي لهنا أكثر من 200 نفر يخدمون الزوار ويمكن أكثر. وعندنا أيضا توزيع الوجبات على زوار الإمام الرضا اللي يجون مشاية إلى مشهد في الطرق، نودي لهم ونوزع لهم أكل. وهذا الخدمة متواصلة على مدار السنين الحمد لله، أيام استشهاد الرسول الأعظم والإمامين الحسن المجتبى والإمام الرضا عليهم السلام. هاي الخدمة متواصلة من 20 صفر احنا نبدأ إلى نهاية صفر، من قبل 40 إلى نهاية صفر استشهاد إمام الرضا عليه السلام. حجينا ما شاء الله زيارة ثقيلة هالسنة، خصوصا العام شوية كان قليل على مود كورونا وما شابه ذلك. هل تحسون بتعب بهاي الخدمة المباركة لزوار الإمام الرضا؟ لا تعب ماكو، هذه الخدمة شرف لنا ونتشرف بهالخدمة الحمد لله. والله إن شاء الله يتقبل منا ومن الجميع اللي يخدم الإمام، هذا خدمة شرف ووسام حقيقة للجميع، والله إن شاء الله يوفقنا لهالخدمة. بارك الله بكم والله يعطيكم الصحة والعافية ويعودكم إن شاء الله. الله يسلمكم. وبالنسبة للإخوة اللي يحبون يدعمون المواكب الحسينية لا بأس إذا بإمكانهم بهالموقع مواقع الأخرى. إحنا راح نخلي رقم حساب ورقم تليفون إن شاء الله
الإخوة والأخوات اللي يحبون يخدمون ويكون لهم اسم بهالدفتر لا بأس يتواصلون معنا، لأنه حقيقة المصاريف كبيرة، والإخوة اللي يحبون يساعدونا جزاهم الله ألف خير وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله. الله يسلم، الله يسلم. الشاعر ابو كرار الاحصائي من عاصر حكم هارون وشاهد والد ابي احد من سجن السجين شافه. نعم احبائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى نهاية هذه التغطية. أشكر مولاي أبي عبد الله الحسين، أشكر مولاي المولى أمير المؤمنين، أشكر مولاي أبي الفضل العباس، وأشكر مولاي المولى علي بن موسى الرضا على هذا التوفيق. من كربلاء أجيت إلى مشهد لله الحمد والمنة على مود أكون في خدمة زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أسأل الله بحق الحسين، بكرامة الحسين، للجميع إن شاء الله قضاء الحوائج وقبول الأعمال ببركة السلطان علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.